متابعيني، رجعنا معاكم الحي التحلية وتحديدا البوكشة زوارة الموجود بمجمع بندب حي التحلية شارع نعمان بن حارثة. خلونا نشوف شنو جديدهم بسدداتهم لاحتفالات اليوم الوطني. شايفين تجهيزاتهم ومسدداتهم لليوم الوطني. خلونا نوريكم اول شيء هالبوكسات هذه. هالبوكسات هذه مجهزينها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني. شوكولاته. يعني احتفالاتكم انتم اللي بتسوونها في البيت ولا وين ما تكونون او بالعمل، بامكانكم تاخذون زي هالبوكسات هذه الجميله الشوكولاته هذه كتوزيعات. وغير كذا بتجيهم كيكات وكب كيك كلها عليها شعارات واحتفالات اليوم الوطني. خلوني اوريكم شوكولاته بلجيكيه، شكلها جدا جدا مغري. هذا البوكس الكبير وهذا البوكس الصغير، طبعا عليها طلب كبير. شايفين بس الكمية اللي موجودة لأن عليها طلب جدا كبير، وعندهم أشكال متعددة. وهذه تشكيلة جلاش، طبعا تشوفين أنتم عندك الحين هذا المعمول والغريبة والبرازق كلها تجي تشكيلة بوكسات موحدة. هذه البقلاوة والكاجو. عندهم هالبوكسات هذه حقة المواليد، إذا بتروحون تباركون لأحد وتسيرون على أحد عنده مولود، هذه الأزرق حق الأولاد وهذه الوردي حق المواليد البنات. حلوة فكرتها وشكلها. وعندكم هالشنط، هذه شنط الشوكولاتة اللي تشوفونها فوق، جدا جميلة، حقة هدايا، حقة زوارات، حقة يعني بتعطي أحد شيء فعلا شيء فاخر ومميز. شكل الأساس العلب جدا جميل، وشنط جاية بأكياس علب جدا جميلة. وهنا ركن القهوة اللي تشوفونه قدامكم، عندهم تشكيلة كبيرة من القهوة، القهوة التركية، القهوة الفرنسية، القهوة العربية، القهوة الأمريكية، كل شيء موجود عندهم بهالركن هذا اللي تشوفونه أنتم. هذا هنا ركن الأسر المنتجة اللي تشوفونه هنا، حطيناها لكم من قبل. هذه تشكيلات الفطاير عندكم، وهذا الورق عنب، هنا الكوكيز، عندهم شغلات جدا جميلة. هذه التشكيلات الثانية من الكوكيز، هناك المعمول. طيب خلونا نوريكم تشكيلة الحلة اللي عندهم، هذه كلها شغل أسر منتجة. عندكم هالكيكات اللي تشوفونها، عندكم كاسات الحلة، الثلاجات كلها عامرة. طبعا أشكال وألوان من الحلا، دهون الكيك اللي تشوفونه قدامكم. يعني طبوا تخيروا لا تحتارون، التشكيلات عندهم جدا متنوعة. وهذه تشكيلة المذاق العربي، البقلاوة وال فور المعمول الشغلات هذه. وهذا بيتفور البرديسي اللي موجود، الناس كثير تطلبه في المدينة. غير كذا عندهم خصم 10%، كل اللي تشوفونه أنتم عليه خصم 10%. قولهم بس من طرف سلطان الخبر ولكم 10% بإذن الله إن شاء الله خصم. دوامهم يوميا من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 11:30 بالليل. ختاما متابعيني، هذه كانت زيارتنا لبوكشة زوارة بحي التحلية بمجمع بندا. أتمنى تكون هالتغطية هذه لنالت إعجابكم، وبإذن الله إن شاء الله لنا معاكم تغطيات قادمة.